مشاهدينا ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع جديد طبعا. النقش على الأواني المنزلية الفاخرة هي حرفة فرنسية نادرة وباتت مهددة بالانقراض لعدم اهتمام الشباب الفرنسي بتعلمها، وطبعا السبب يعود إلى الصعوبة والدقة في العمل. يقوم الحرفيون بالنقش على الأواني المنزلية الفاخرة التي توضع عادة على موائد الملوك والمشاهير في العالم. المزيد في تقرير الزميل ليف بزاري من باريس. تعد حرفة نقاش الأواني المنزلية الفاخرة حرفة فرنسية نادرة، إذ بدأت بالانقراض لعدم اهتمام الشباب الفرنسي بتعلمها، والسبب في ذلك يعود إلى الصعوبة والدقة في العمل. إريك بوبينو يعمل في أحد أعرق مشاغل النقش على الأواني المعدنية الفرنسية منذ 26 عاماً، ويعد واحداً من القلائل الذين يمارسون مثل تلك الحرفة. كان النقاشون يعملون حصريا لدى ملوك فرنسا لنقش أوانيهم قبل 400 عام، ومن ثم جاء نابليون وسمح لعامة الشعب بممارسة هذه الحرفة. يقوم الحرفي باستخدام مطرقته لتكوين شكل القطعة التي يريد صنعها، ثم ينقش عليها بعناية فائقة قطعا صقلت معظمها من الذهب والفضة والبلاتين. Aujourd'hui la maison Puyforca. نقشت يدويا في هذا المشغل 7 نسخ من هذه الأواني التي نرى على هذه المائدة. 3 منها قمت بنقشها بنفسي لملوك وأمراء من الشرق الأوسط، وأخرى بيعت في أماكن مختلفة من العالم. يأمل إريك بأن يتعلم الشباب الفرنسي هذه الحرفة النادرة للحفاظ على تقاليد قد تندثر إذا لم تعلم للأشجار القادمة. أصبحنا قادرين على نقش بعض القطع، وما زلنا نتعلم كل يوم من إريك تقنيات جديدة. أعتقد أننا بحاجة لممارسة هذه الحرفة على مدى 15 عاما لكي نصبح نقاشين محترفين. أنا لا أحب الماكينة، أشعر بالراحة عندما أعمل بيدي، فالسر يكمن في طريقة النقش والخبرة والمعرفة. في هذا المشغل الباريسي صنعت أوان منزلية فاخرة كشوك وملاعق وصواني، غطى البعض منها أكبر موائد الملوك والأمراء وحتى مشاهير العالم. ليث بزاري، العربية، باريس. ينضم إلينا الزميل ليث بزاري من باريس. ليث صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يعني خلينا قبل ما نفوت بالحرفيين اللي بيشتغلوا يعني هذا النوع من الفن والنقش، هل هو أساسا شائع، إضافة طبعا على موائد المشاهير، شائع في أن يقتني الفرنسيين ويحطوه في بيوتهم يعني من باب الزينة؟ نعم، صباح الخير سارة، صباح الخير محمد. هي محمد مش من نوع من الزينة ابدا، هي كانت هاي حرفة من تعد من اقدم حرف فرنسا من 400 سنة. من لا لا لا، انا بقصد الناس يشتروه، القرن الثامن عشر، اقصد يشتروه من شان زينوا بيوتهم فيها. لا نيجي لشغلة النقش بعدين. نعم، ما سمعتش الصوت، مش واضح كثير محمد. طيب السؤال عم بقول، هل الفرنسيين يعني بشكل عام شائع في ان يقتنوا اشياء منقوشة ليزينوا بيوتهم فيها؟ نعم نعم، أكيد هذا كثير شائع، وكثير بحبوا يكون عندهم قطع من التحف أو من تكون أشياء قديمة مصنوعة من قديم، من قديم الزمن، مش إشي جديد طبعا، لأنه مش ماكينة صانعة هذا اللي عملت هاي القطع محمد. فهذا كثير بحبوا، بيفتخروا، مثل اللوحات، مثل أشياء تانية تكون موجودة في أحد البيوت الفرنسية، وهذا بيكون كتير فخر للعائلة، وممكن يحتفظوا فيه من جيل لجيل البعد وللأجيال القادمة. أيوة، لفتني في التقرير يا ليث أنه بيقول لك أنه هو يعني ما يصير محترف في هذه المهنة إلا بعد 15 سنة، فهذه ال 15 سنة يعني لازم يكون بيتدرج فيها في التدريب، ولا إيش بيصير بالضبط؟
نعم، هي 15 من 15 ل 20 سنه جيروم احنا شفناه بتدرب، صار له كم من سنه تقريبا، بتوقع 9 سنين صار له بتدرب. بس حسب اريك اللي هو اخر حرفي في هذه المهنه النقاش على الاواني الفاخره، بقول انه بتدرب عندنا مش بس هي التدريب كيف تعمل، لانه كل واحد له لمسته في النقش على هذه الاواني من معادن فاخره طبعا، مثل ما شفنا من الفضه، من الذهب، من البلاتين. وطبعا لقينا كثير صعوبه مشان ندخل على مش رح اقول المصنع، هي مشغل هذه الاواني، لانه في كثير سيكيورتي، في كثير حراسه، لانه بتعرفوا اذا عمل، بعطيكم مثل بس، عمل صينيه صغيره بتطلب 350 ساعه عمل و 6 ل 7 كيلو من الفضه او الذهب. أيوة. طبعا هي بتكون ثقيله شوي اكيد، بس برضه بتطلب شغل كثير، وفي مواد الاساسيه مثل ما قلنا الفضه والذهب والبلاتين، هذه لازم يكون محفوظه بمنطقه، يعني محافظ عليها بطريقه طريقة منيحة، عشان ما حدا يقدر يفوت. طيب ليث، يعني التدرب، نعم التدرب على النقش يعني في العادي، هل هناك، وان كان طبعا ندرة اصبحت كما ذكرت انت في تقريرك، يعني مثلا جهة اكاديمية متخصصة، ام انه لا بيروحوا عند حرفي ما زال يمارسها بيتدربوا على يديه؟ نعم، علم هذه الحرفة، بل يوجد شخص مثل إريك هو الأخير موجود بفرنسا. بحب أذكر أنه آخر حرفي موجود يعمل الأواني الفاخرة، ونقاش الأواني الفاخرة، فهلأ بتدربوا عنده. هو بقول الشباب الفرنسي، طب قلت له ليش ما يعني ليش الشباب الفرنسي بيبعد عنها؟ لاسباب، منها انه بتتطلب وقت كثير مثل ما حكينا، 350 ساعه عمل. الشباب الفرنسي بحبوا يكون هلا مثل اي شباب، جيل شباب في اي من العالم، بحب يكون انه عنده عمل، عنده يشوف ناس، لانه هاي الحرفه على فكره لازم تكون منعزل. واذا لاحظنا انه في طرق بالمطرقه عند على الاواني عند إريك، مثل ما شفنا، قلت له طب ليه ما بتحط سماعات إريك؟ بيكون بيطيح اذنيك، انه لانه مش سهله طول النهار طرق مشان عمل بداية أو مشاركة في عمل ما. قال لي لسبب بسيط، إنه إحنا على الضربة بنقدر نسمع إذا ضربتنا صح ولا لا. فإذا حطينا سماعات فرح نفقد الشعور بالعمل، والمتعة كيف بيشتغلوا. للمتعة بالضبط، ومنه انه مشان اتقان العمل، لانه كل واحد مثل ما حكى لي إريك، مثل ما تعلمها برضه هو من حرفي قبله، وللاسف توفى هذا الحرفي من كم من سنه، قال لي انه لازم لما عند الطرق كل واحد له بصمته، بتقدرش تكون ماكينه او حدا ثاني يقدر يقوم بالعمل، لانه كل واحد بيترك بصمته في العمل اللي بيقوم فيه. ايوه، طب ليه يمكن الشباب كمان ما عندهم اقبال على الموضوع؟ لانه بشكل عام يمكن الناس يعني اختلف ذوقها، وهذه أشياء كمان يعني غالية. نعم هي غالية، هلا حاولنا نسأل على الأسعار، للأسف ما قدرنا، بس يعني بتوقع بين إنه تكون كأواني لمائدة كاملة بدك تقولي تقريبا بين 300 ل 400 ألف يورو، مبلغ كبير. والناس بفضلوا هلا صار يشتروا، على حسب إريك مثل ما قال لي الناس بفضلوا اليوم الجمال الزائف، لأنه في حرف ثانية مثل منسق حدائق الملوك والأمراء سابقا، هذه الحرفة اللي اختفت، اللي بيعملوا المهندسين البناء القديم العثمانيين اللي كان في باريس مثلا موجود، مفيش منها اليوم. مثل ما شفنا مؤخرا بشانغاي بنوا باريس جديده، فينيسيا، البندقيه، مدن ثانيه، فصارت العمل مثل ما بنقول ماكينات بدل الانسان اللي بيترك بصمته في عمله. طيب احنا بنشكرك على هذا التقرير وعلى هذه المعلومات، كان معنا من باريس زميلنا ليث بزاري. يصلح اسم رواي اخر نقاش في فرنسا. اخر نقاش.